في. أهلا وسهلا. وحياتك، بدي أقابل معالي وزير الطاقة. مين حضرتك؟ مو عيامك، كنت بيبي. فطوم حيص بيص. وشنو أنا غوار، شلونك؟ ما قلت لك ما تبين لي يعطونا الموعد. بدنا موعد منه إذا بتري. ست فطوم معالي مش فاضي، شو المشكلة؟ شنو حضرتو؟ شنو معالي الوزير داير على الإعلام وكابب فتنة بيننا وبين إخواننا اللبنانية؟ غوار، قلت لك إذا بتريد ما تحكي قبل ما أنا أقول لك. حسني تقبشني، فسر له. شنو حسني؟ رجال متعلم وبيفهم وبيبيض الوش، يعني أنا على طول بستعمله بدل الكريمات بالليل. حاضر فطوم. فسر له. إذا أردنا أن نعرف ماذا في وزارة الطاقة، يجب علينا أن نعرف ماذا في حساباتهم بسويسرا. عرفت شلون؟ لك شلون بده يفهم وانت جايبتي له الما بيتسمى يفسر له؟ لحظة لحظة، أنا حفسر لك، مو طول بالك. شلونك؟ شوف تقبشني، شنو معالي وزيركم المصون داير يفتن بيننا وبين إخواننا اللبنانية، وعمال يقول إنه نحن اللي أرطين. نحن اللي أرطين الكهرباء من اللبنانية وعم نستهلك 490 ميجا وات، وعم نحرمهم 5 ساعات تغذية يوميا ونكلفهم 330 مليون دولار. نحن سؤالنا يعني لمعالي، قبل الأزمة السورية مين كان حارم اللبنانيين 24 ساعة تغطية؟ ها؟ إذا أردنا أن نعرف ماذا في وزارة الطاقة، يجب علينا أن نعرف ماذا في حساباتهم بسويسرا. بعدين إذا نحن عم نستهلك 490 ميجا وات، إيه هن الـ 490 ميجا واطي قديش عم يستهلكوا؟ ما وضح لنا. بعدين نحن بدنا نسأله لمعالي الوزير شنو نحن رحنا عملنا برمي يعني، وما في ولا نازح سوري عنده موتير أو مستملك موتير. ايه بس معالي ما قال انه انتم مستملكين موترات، بس قال انه نحن اللي حارمين اللبنانية من 5 ساعات تغطية. شو بيكون قصده يعني؟ اما اسوأ ما قالوا، اسوأ ما قالوا انه نحن عم نكلفهم 330 مليون دولار، ونسي انه نحن دافعينهم مسبقا من المساعدات اللي اجتنا، ايه من الفوايد بيسكرهم. اي فوايد؟ حسني، اذا اردنا أن نعرف ماذا في وزارة الطاقة، يجب علينا أن نعرف ماذا في حساباتهم بسويسرا. ولك بريء عليك يا حسني، هلأ لا ركبت معك بمحلة. يلا شفناكم. إذا غوار وعجبته لك يبيشني. ولك ممنوع التبويس بالأماكن العامة يا فتومي.